هذه المباراة النهائية. ركلة لكل فريق، هدف لكل فريق. الركلة الموالية مغربية من البرعم الصغير المتميز الآخر أكرم الخويتسي. الصغيران القصيران، الأول كان ياسين عدمام والثاني أكرم الخويتسي، يستعد لتنفيذ الرمية الثانية لصالح المنتخب المغربي. يلا يا أكرم، يتقدم أكرم. بابا بابا، فنان أنت يا أكرم، فنان أنت يا أكرم. يسجل الجول الثاني للمنتخب المغربي بشكل رائع جدا، حطها في الزاوية اليمنى للحارس. قلت لكم بأنه لا يكفي أن تكون حارسا بارعا أمام منفذين بارعين أيضا في الجهة المقابلة، المهارة الفردية عند اللاعبين المغاربة. هدف رميتان، هدفان لمنتخب المغرب، رمية واحدة، هدف واحد للمنتخب الفرنسي.